تبقى زي مثلث رفيعة من فوق أكتر
نرفعها من فوق كده. عملنا ورقة تاني أخضر كبيرة. بصوا بقى يا صحابي، نسند الأخضر ده ونحط فوقيه الدرة اللي عملناها من تحت يا صحابي، من نصها كده أيوة لغاية لما تغطيها. شاطرين يا صحابي. ناخد الورقة التانية كمان ونحطها تحتيها ونلفها كده عليها لغاية ما نقفلها. تادا، ونظبطها بإيدينا كده والطرف يا صحابي اللي من فوق الصغنن نحاول نخليه باين كده، ما نلزقهوش، نتنيه لبره شوية، ولو في زيادة ممكن نشيلها. نجيب خلة السنان علشان نرسم خطوط هنا، نرسم خط طويل كده، نرسم خط كده بالطول ونبعد شوية ونرسم واحد تاني، ومن الناحية التانية كمان يا صحابي نعمل خط طويل هنا وخط تاني طويل هنا وخط تاني طويل هنا وآخر خط. تاتا، كده بقى شكلها درة جميلة. اعملوا زيها يا صحابي وتصوروا كمان معاها وبعتولنا الصور بتاعتكم على الإيميل بتاعنا. مستنيين صوركم يا صحابي. باي. انتوا عارفين يا صحابي ان الدرة في منها بيتسمى بدرة قوس قزح او الدرة الزجاجية، ودي بتبقى حبتها ملونة زي الوان قوس قزح وبتنمو وتعيش في اوكلاهوما، وبيستخدموها هناك في اغراض الزينة، يعني بيزينوا بيها او كمان بتبقى اكل للماشية.